أهلا بكم من جديد في قناة منتجات الصين. هنتكلم في الفيديو ده عن أحدث الأدوات والمنظمات والحيل والابتكارات الجميلة اللي ممكن تحتاجيها لبيتك ولمطبخك. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالمنظمات اللي ممكن نحتاجها لبيتنا بشكل عام. زي ما انتوا شايفين عندنا المنظم ده، نقدر ان احنا ننظم فيه الميك اب بتاعنا، شكله جميل، وغير كده ان ما بياخدش منك اي مساحة في الأوضة. تعالوا بعد كده نشوف المنظم ده اللي ممكن تحطيه في المطبخ او ممكن تحطيه في الصالة عندك. تقدري ان انت تنظمي فيه مثلا الحلل زي ما هو معروض عندنا في الفيديو، او ممكن تستخدميه باي طريقة تانية انت شايفاها مناسبة. شوفوا معايا المنظم الجميل ده، طبعا تقدري تستخدميه للخضار او للفاكهة، او لو عندك اي حاجة تانية تحبي ان انت تنظميها بيه، وتقدري تستخدميه كمان بكذا طريقة تانية. وده تقريبا نفس المنظم كده، بس ده شكله مربع، والمنظم اللي فات كان على شكل دائري. ليهم نفس فكرة الاستخدام، وغير كده شكلهم جميل جدا في المطبخ. بعد كده عندنا المنظم الصغير ده. طبعا المنظمات دي بتيجي بكذا حجم، زي ما انتوا شايفين في منظم كبير ممكن تستخدميه في المطبخ، وفي منظم اصغر ممكن تستخدميه في الصالة، جايين بكذا شكل وبكذا تصميم. ومن اهم ميزاتهم انهم ما بياخدوش اي مساحة في مطبخك، وغير كده شكلهم جميل جدا. عايزة افكركم لو دي اول مرة بتشوفوا قناة منتجات الصين، اتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل فيديو جديد بينزل على القناة. منظمات جميلة وافكار حلوة للمطبخ هتفرق معاكي جدا، لانها هتساعدك على ترتيب وتنظيم ادوات المطبخ اللي موجودة عندك. غير كده ان المنظمات دي بتدي روح حلوة للمطبخ زي ما احنا شفنا في الفيديو. تعالوا دلوقتي ننتقل لمستلزمات العربيات، ونتفرج مع بعض على احدث الادوات والافكار الجميلة اللي ممكن نحتاجها للعربيات بتاعتنا. هتشوفوا معايا افكار وادوات جميلة جدا ممكن تحتاجوها للعربية بتاعتكم. تعالوا نشوف مع بعض الاداة دي اللي هي هتستخدمها للمناديل، شكلها جميل جدا في العربية. تعالوا ننتقل للفيديو اللي بعده ونشوف الجهاز اللي معانا ده. طبعا الجهاز ده ليه كذا طريقة في الاستخدام لحل مشاكل العربية، زي ما انتوا شايفين معايا كده بالفيديو. لو مفيش حد قريب منكم يصلح لكم العربية، في حال لو انتوا انقطعتوا وفي حاجة باظت منكم في العربية، تقدروا ان انتوا تستخدموا الجهاز ده. لو مفيش حد قريب منكم يقدر ان هو يصلح لكم العربية بتاعتكم. وهنا هنشوف منظم جميل جدا ممكن يحتاجوه الأمهات لو بيقعدوا في الكرسي الخلفي مع أطفالهم، فالمنظم ده هيساعدهم في حاجات كتير زي ما احنا شايفين كده مع بعض. تعالوا بعد كده ننتقل للأداة دي. طبعا الأداة دي مخصصة للعربيات، وتقدروا ان انتوا تستخدموها او تستفيدوا منها في فصل الشتاء، لان هي بتعزل المية عن الإزاز زي ما انتوا شايفين كده معايا. تعالوا نشوف مع بعض الأداة المخصصة لتنظيف العربية. في حال ان العربية توسخت من اي حاجة، تقدروا ان انتوا تستخدموا الأداة دي لتنظيف العربية بتاعتكم بكل سهولة. تعالوا نشوف بعد كده حامل الموبايل ده. طبعا شكله جميل جدا وصغير، يعني مش هياخد منكم اي مساحة في العربية، وطريقة استخدامه زي ما انتوا شايفين طريقة مبتكرة جدا، طريقة ذكية ومتطورة وهتعجبكم جدا. وتعالوا نشوف مع بعض الجهاز ده، طريقة عمل الجهاز ده ان هو بيشيل الضباب اللي موجود على الشباك، واعتقد ان الجهاز ده هيفيد ناس كتير برضو بفصل الشتاء. رجعت لكم من تاني، وعايزة افكركم ان حاسب لكم اسماء المواقع اللي تقدروا من خلالها تشتروا كل الادوات والمنظمات اللي اتعرضت في الفيديو ده، وحاجات تانية كتير ممكن تحتاجيها لبيتك ولمطبخك في نهاية الفيديو. وياريت ما تنسوش ان انتوا تدعموا الفيديو ده بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد بينزل على القناة. ويلا بينا نرجع للأدوات والأفكار الجميلة اللي معانا في الفيديو ده. ودلوقتي حوريكم مجموعة من الأشكال المميزة لإبريق الشاي وإبريق القهوة، جميلة جدا وحاجات يمكن ما شفتوهاش قبل كده.
أشكالهم الحقيقة مميزة جدا. لو انتوا مش عايزين تستخدموهم مثلا للشرب وكده، تقدروا ان انتوا تستخدموهم كديكور في البيت او كديكور في النيش. لو عندكم نيش تقدروا برضو ان انتوا تستخدموهم كديكور. غير كده ان الالوان والتصاميم حلوة جدا وتليق مع كل الاذواق. تعالوا معايا ننتقل على ادوات المطبخ وتعالوا نشوف الاداة دي. طبعا الاداة دي هي عبارة عن فرامة للخضار والفاكهة، وكمان تقدروا تستخدموها في هرس التوم. بعد كده معانا الجهاز الجميل ده اللي هو بيسحب كل الهواء اللي موجود في اكياس الحفظ، وده بيساعد ان هو يحافظ على الاكل لاطول فترة ممكنة. تعالوا نشوف مع بعض منظم البيض الجميل ده. طبعا المميز فيه ان هو بيجي بدرجين، يعني بياخد منك كمية كويسة من البيض، وغير كده ان شكله هيكون جميل جدا في التلاجة بتاعتك. تعالوا شوفوا معايا الأداة الصغيرة الجميلة دي. طبعا الأداة دي هتوزع لك الملح أو الفلفل أو أي توابل عندك بكمية صغيرة جدا. خليكي مكملة معايا الفيديو علشان تشوفي أحدث أدوات المطبخ، ومعانا أكياس الحفظ دي اللي بتساعدك على أن هي تحافظ لك على الأكل لأطول فترة ممكنة، وغير كده بتخلي شكل التلاجة وشكل الفريزر يكون أحلى بكتير، وغير كده يكون مترتب ومتنظم. وانتوا عارفين زي ما بقول لكم في كل فيديو ان كل حاجة مع الترتيب والتنظيم هتفرق معاكم جدا. هنكمل الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف دلوقتي ابتكارات وادوات جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين البنت الصغيرة دي عندها منظمات حلوة قوي بتساعدها ان هي تنظم حاجات المدرسة والادوات المدرسية بتاعتها زي ما احنا شايفين مع بعض في الفيديو. ودلوقتي هنشوف مع بعض ادوات التنظيف. عندنا الاداة الصغيرة دي بتساعدك ان انت تنظفي زوايا الشباك من الاتربة او الاوساخ اللي بتكون موجودة فيه. بعد كده هنشوف مع بعض أداة التنظيف دي اللي ممكن تستخدميها في كذا طريقة. ان انت تغسلي البلاط او الرخام اللي موجود عندك او الشبابيك او المرايات او الجدران اللي موجودة عندك. لو انت مركبة لها رخام تقدري برضو تستخدمي الأداة دي عشان تنظفيها بيها. دلوقتي هعرض لكم بعض اشكال السجاد، اتمنى ان هم يعجبوكم، وبعد كده هسيب لكم اسماء المواقع اللي تقدروا من خلالهم انكم تشتروا الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده، وحاجات تانية كتير ممكن تحتاجيها لبيتك ولمطبخك ممكن ان انت تلاقيها في المواقع دي. وما تنسوش ان انتوا تحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل فيديو جديد بينزل على القناة.